والناس الكل تخزر لبعض، اللي يبيع يخزر للي شاري واللي شاري يخزر للي يبيع، يعني ما فماش حتى شيء. طلبنا الشر يا اخي، ربي يعطاهولنا اكثر حاجه طلبناها، طلبنا الشر، خبز وماء يا اخي ما جاهم حتى شيء، ما عادش نجمو ناكلو. اها يا القفط الزاوي ريتها. شنو احوال قفط الزوالي؟ قفط الزوالي خرجوا سارق في بالهم يا اخي، حطونا 1000 سارق، ما عادش نجمو ناكلو. اها يا القفط الزوالي ريتها، معناتها ما يلزمو يشري شيء، وما يلزمو ياكل شيء، وما يلزمو يلبس شيء، يوكل الناس معناتها اللي كلاو كلاو وخرجوا وخلاونا احنا جويعة. عمل طلع على الاسعار، الاسعار ما يلزمنيش نخرج لهم، خاطر وقت الشر، وقت الشر 8 و10 ياكلوا في العائله، ياكلوا بالحم العلوش والزيت الزيتونه، توا ما عاد الزيت الحاكم نوصلوا له، معناتها باش تعرف حاجه ان هالبلاد ولات ماهيش متاعنا. علاش العباد، مش نقول اللي يحرق مسكين حرق روحه، خاطر ماهوش باش يلوج عليه حتى حد، خلف عائلته اللي شويها ماهوش باش يلوج عليه حتى حد، والباقي انه معناتها المافيا ولدت المافيا مالو غزمو، فهمت شنية؟ لا يلزمنا لا ناكلو لا غلة لا نشربو ماء، لا حتى الماء سموه باش الزوالي ما ياكل شيء وما يشرب شيء، حتى يقولك ماء خبز وماء، خليلهم لعماء، تعرفها شو معناتها خبز وماء؟ مشي حتى مش نخلطوا عليه، لا خليلهم لعماء، خاطرهم عميين، كان جاوا بنظرهم ما يعملوش العمله اللي عملوها توا قاعدين نعيشوا فيها. اسعار الفلفل والطماطم والبطاطا والدجاج، الفلفل يحكوا بيه فيهمهم على اللي عملوه، والطماطم ما يشموهاش، فهمتني شنيا؟ خاطرنا توا طلبنا الشر يا اخي، ربي يعطاهولنا اكثر حاجه طلبناها، طلبنا الشر، خبز وماء يا اخي ما جاهم حتى شيء، فهمتوا شنو؟ قبل حتى حتى حاكم وحتى رئيس وحتى حزب. قبل كنت تقولوا خبز وماء وبن علي، لكن اليوم الناس الكل ولات متحسره على بن علي، علاش؟ بن علي شد احسن بلاصه، ان شاء الله نموتوا احنا الكل كيفه. بن علي شد احسن بلاصه، قعدنا احنا ان شاء الله ربي نلقاو، تعرف شنيا؟ حتى عشاء الميت ما عادش، انساها، عشاء العرس ما عادش، هاكا طلبوا الحزن قعدوا حزانه. قداش جبت معك مصروف باش تقضي؟ مش لازم نخرج بالمصروف، خاطر مانيش باش نقضي حتى شيء، وما عنديش باش نصرف. مالا جايه تعمل هون؟ جايه نقضي في قضيه من المستوصف، هذاك هو، حتى الدواء ما فماش. انا لاني ضد حتى حد، اما ضد الوقت اللي حطونا فيه، فهمت شنيا؟ واكثر حاجه فرحه بها في هالعصر اني ما عنديش اولاد، كان عندي اولادي نكون راني كليت لهم كليتهم ولا هم كلاوني، خاطر علاش كي تروح لاولادك وما عندكش حتى تشري لهم كعبه يا غرد، معناتها سي مالوغو. ربي عمل معايا الباهي، اني انا ريت لعل جعلناهم نقمه، الوقت هذا يفكر لأن ولاده نقمة، على خاطر ولاده يخزر لهم ما ينجمش يوكلهم، وهو ما عندوش معناتها إمكانيات حتى تسمح له هو باش يشرب شربة ماء، معناتها من الأخر وعلى الأخر، فهمتني شنيا؟ أنت كيفاش تصرف؟ كيفاش تتعشى في الليل؟ شنو تاكل؟ والقرآن، قعدتين يا غرت. قاعدين يا غرت باش ما نشريش الحليب، خاطر الحليب ديجا هو رفضني مش انا رفضته، اما نشري قاعدين يا غرت اكلي هي الله اعلم كيفاش تخدمت، هاني نحطها في كرشي ونصبح احسلو هاني انا سمينه، خاطر ديجا 10 سنين اكلينا فيهم، اللي جا في مجلس النواب وقال باش ناكلوا الظلف ايبان، الظلف هو مريض، الظلف بيدو مريض، حتى باش نقصوه وناكلوه مع العلالش، العلالش جوعة وحنا جوعة، فهمتني شنيا؟ مالوغوزمون قال الفرنساوي سي موا كي فيسا، احنا عملنا هالعملة هذي، فهمتني شنيا؟
مش مشكلتي الرئيس شكون ولا مشكلتي حزب شكون ولا مش مشكلتي هذا، مشكلتي أني نخزر، شوفني أنا بالعمر هذايا نخزر تونس حزينة حزينة مالوغوزمون لك حل توا مواتي تونس الكل ريتو لك حل اللي لبسته أنا في قلوب الناس هذايا ما الكل لي يدوروا ولا يدوروا في غيبوبة، أمني يدوروا في غيبوبة. أنا قداش توا نقول يا حتى كنت فرشة تلزم نقول يا رب يجيني نهار ونتكلم مع الصحافة. إيبا جا لو جور اللي أنا توا قاعدة نتكلم مع الصحافة، إيبا إن شاء الله ينفع، إن شاء الله ينفع أني أنا حتى على الأقل فرهدت على روحي، خاطر سي مالوغو بدن واحد مريض دمالة عنده من داخل في بدنه، ما عادش لا فما حتى حاجه تفرح انه انسان يزيد يكمل يعيش، ان شاء الله يلقى كيفاش يدفنوه. امني امني حتى من القبر ولا غالي، حتى من القبر ولا بالفلوس، امني معناتها اكرام الميت دفنه، يولي الميت يتلوح في الشارع ويقعدوا يخزروا له لا يلقاو باش يعشاوه، لا يلقاو باش يعملوا له عشاء كوا، ولا يلقاو كيفاش يدفنوه. سي دوماج. ميمتي قداش عندك ما طيبتش طنجره في دارك؟ ايا تصدق حاجه؟ بون كل الناس الكل تاكل، الناس الكل قاعده تاكل، تاكل اما تاكل في الـ في الـ في الـ في الميردة. تاكل في السموم. تاكل ما تعرفش على روحك تشري كعبة طماطم ما تعرفش عليها باش مداوية. تشري باكو حليب ما تعرفش عليه ايش حاطين فيه. تشري أي حاجة. على الأقل كنا كونترول. كونترول جينيرال. توا انسان يشري في حاشاك في السم بفلوسه، يشري في السم بفلوسه غيان كو باش يحط حاجه في كرشه، مش حكايه انه شبعان ولا جيعان ولا شنو النوعيه نتاع الحاجه اللي ياكل فيها. هكا تشوف توا اللي داخل كان عنده في قفته 100 جرام تاع حاجه، اعمل اللي تحب. او الناس الكل تخزر لبعض، اللي يبيع يخزر للي شاري واللي شاري يخزر للي يبيع، يعني ما فماش حتى شيء. انا هلي نكلم فيك علاش خبيت انا توا هكا، خاطر ريت انت كنت اوروبا كاني باش نطلع في الكار ونعرف النظام شنية ونعرف الحياة شنية ونعرف الإبان الغلة تبدأ تخزر لها في الدار، كأني عندك بعد ما تقعد تقعد على الطاولة تولي تحب تتخلص منها بطريقة، مع أنت تحطها توصل تحطها في باش تلوحها. توا البشر والقرآن باش يوصل ياخو كعبة، مش كعبة رمان معناتها كعبة، كعيبة رمان من داخل اللي في وسط الرمانة، يفرك واحد رمانة يعطي الواحد كيف العصافر، يعطيهم كعبة كعبة في فيهم باش يزققهم. كيما عمري عمري هاني قالت المرأة شبت، عمري لريت هالوقت وهالظرف بعد العشر سنين هذوما، عمري مرار مرار تخزر لا تنجم لا تلبس لا تاكل لا تشرب لا ما تنجم تعمل حتى شيء، تعطي ما نعرفش يجاو فلوس تعطيهم خلاصات تك 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 مصابي يحط لهم غاديك ويخلصوا علينا هما، حتى الفرنكين اللي يجاو يخلونا نخزروا احنا البلاش شهريه وهما يمشيو الضوء والماء والاداءات الكل والكراء ويخلصونا هما، واحنا على الاقل يقولون امسحوا ديما اقعدوا شدوا محرمه وامسحوا فيهمكم، شدوا محرمه وامسحوا فيهمكم، خاطر مسحنا لكم الدنيا هذه الكل، لي مليار دي مليار خرجوا من تونس، دي شو عباوا تونس بعباد اخرين الله اعلم شنية فيهم، لا نعرفوا بالقانون ولا بلاش قانون، تي هو واحد ماهوش ياكل هو، خلي زادوا جابوا عباد اخرين هبطوا علينا، اللي احنا لهم ملتنا ولهم ينجموا ياكلوا باي طريقه، احنا قعدنا بالشر. اخر كلمه نقولها لك، احنا في هالبلاد قعدنا بالشر، لا قرايه لا ثقافه لا معناتها انسان يمشي محنط، تعرفها محنط؟ انسان محنط. ما جاوبتنيش قداش عندك ما طيبتش عشيتك، ما طيبتش طنجره في الدار؟ هني قلت لك انا جوابي، جوابي انه انسان الطنجره اللي تحكي فيها عليها انت فيها وفيها وفيها وفيها، يعني ماهيش طنجره، يحط طنجره يحط راس بصل، حتى راس البصل ولا افوح منا احنا.